أطلقت وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم مشروع الدوري المدارس، والذي يهدف بدوره لتحفيز وتعزيز مفهوم الرياضة المدرسية بين الطلاب والطالبات. ولاقى هذا المشروع أو هذا الدوري إقبال كبير، خصوصا من مدارس البنات، واللي وصل عدد المدارس المشاركة فيها أكثر من 1900 مدرسة حول المملكة. اليوم مشاهدين راح نتكلم أكثر عن إقبال الفتيات والطالبات على هذا الدوري وكيف ينعكس عليهم بطريقة إيجابية. يسعدنا أن تنضم لنا عبر سكايب الأستاذة إيناس عقاد، وكيلة مدرسة دار أو مدارس دار الحنان. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذة إيناس. الله يحييك. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. في البداية لو توضحي لنا أهداف دوري المدارس خصوصا للبنات والمراحل المستهدفة، وهل هو فعلا لكل المدارس سواء كانت مدارس أهلية أو حكومية أو أنه لمدارس معينة إن صح التعبير؟ طبعا الهدف من هذا الدوري هو يعني اكتشاف المواهب عند الفتيات وتكوين فرق قوية والمنافسة عليها، وطبعا تعزيز دور الرياضة والصحة لدى الفتاة بشكل عام. بالنسبة للمشاركات طبيعي انه بتكون المدارس الحكومية والخاصة والمدارس العالمية ايضا. نعم، الفئة المستهدفة او المراحل المستهدفة استاذة ايناس؟ جميع المراحل المستهدفة، بس التركيز الأكثر كان على المرحلة الثانوية. طيب خلينا نتكلم عن مدرستكم على سبيل المثال، كيف بيتم اكتشاف المواهب الرياضية لدى الطالبات وكيف بيتم دعمها وتطويرها وتدريبها أيضا؟ طبعا مدارسنا من المدارس الرائدة، من المدارس الأوائل اللي كانت عندها يعني اهتمام لكرة القدم والرياضة بشكل عام. فطبعا عندنا حصص تربية بدنية بشكل أسبوعي، وبيكون من خلالها تبدأ المدربات باكتشاف الطالبات وتكوين بعد ذلك فريق كرة قدم جاهز للمنافسة الخارجية، وبيكون عندنا دوري داخلي وبرضه من خلاله بيكون تدريب الطالبات وتجهيزهم. نعم، طب خلينا نتكلم عن الشروط المتفق عليها في إدارة الدوري مع المدارس للمشاركة، أول المدارس المشاركة في هذا الدوري، وإيش هي جائزة المركز الأول؟ بالنسبة للشروط، أن تكون الطالبة سعودية الجنسية أو مولودة في المملكة العربية السعودية، تكون لديها شهادة صحية أن هي لائقة صحيا تستطيع ممارسة الرياضة، وتكون مسجلة في نظام نو في المدرسة اللي تنتمي لها أو المدرسة اللي حتشارك من خلالها. بالنسبة للجائزة الأولى كانت 1,000,000 ريال بالإضافة للكأس. يعني تحمست، انا مالي دخل في الطلاب والطالبات بس شكلي بشارك معاهم استاذه ايناس اذا تقبلوني. اذا تقبلوني استاذه ايناس، يعني جوائز صراحه محفزه، والله جوائز محفزه، يعني جميل جدا، يعني انا ما توقعتها لهالدرجه، لكن عظيم هذا الاهتمام من وزاره الرياضه ووزاره التعليم، مشكورين طبعا لهذا او هذه المبادره الجميله. طيب الرياضات، يعني انا شفتك يعني يمكن لمحتي او ذكرتي كرة القدم، هل هي فقط مقتصرة على كرة القدم أو في رياضات مختلفة أستاذة إيناس؟ لا، في رياضات مختلفة طبعا، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة، السباحة، ألعاب القوة، لكن احنا حصلنا حاليا على كرة القدم. حلو. طيب يعني خلينا نتكلم أيضا عن وزارة الرياضة ووزارة التعليم على حد سواء، هل هم يعني تكفلوا أو وفروا ملاعب مخصصة أو مدربين لتدريب الطالبات؟ بالنسبة للملاعب صحيح، كانت في متوفر تقريبا 63 ملعب مجهزة، وبالنسبة للمدربين كان في عدد كبير من المدربين والمدربات طبعا، وإحنا كمدارس كان عندنا مدربات خاصات بفريقنا، كوتش إيمان السيد ماجستير التربية الرياضية، وكوتش شاد المطيري بكالوريوس التربية الرياضية، وهم طبعا من أكبر مساهمين في نجاح هذا الإنجاز. خلينا نتكلم أكثر عن مدارس دار الحنان، بحكم أنه كانت طالما كانت تؤمن بأهمية الرياضة وإدراجها للبنات، كلمينا عن هذه الرؤية وأهمية الرياضة، وليش الرياضة مهمة سواء للطالبات وللطلاب، قديش بتعزز ثقتهم في نفسهم، قديش مهمة لصحة العقل أيضا، قديش بتنعكس الرياضة هذه على أدائهم الدراسي أيضا.
صحيح. بالنسبة للرياضة فكلنا لا يخفى علينا أن الرياضة عنصر جدا مهم في تنمية الطالبة بنفسها، وإن هي كل ما كانت لائقة صحيا كل ما كان عقلها سليم أكثر فتقدر تعطي أكثر، وهذا توجه الرؤية لو نرجع للرؤية 2030 فهذا هو التوجه. بالنسبة لدار الحنان هي من أول المدارس الموجودة في المملكة اللي كانت تدعم الفتاة من جميع النواحي سواء صحيا ولا نفسيا ولا اجتماعيا، وطبعا الرياضة تدعم جميع هذه الجوانب. طيب خلينا نتكلم عن مثلا أهم التحديات اللي واجهتكم وكيف تغلبتوا على هذه التحديات، رغم يعني إدراكي بصراحة باستعدادية استعداد المدرسة مدارس الحنان تحديدا وأنها دائما بتكون حاضرة. طيب بالنسبة للتحديات حقيقة كانت تحديات بسيطة لا تذكر، يعني حماس طالباتنا وحماس مدرباتنا كان أقوى بكثير صراحة من التحديات. واجهنا التحديات أنه كان يصادف وقت المباريات وقت اختبارات، فتعرف الطالبات في المرحلة الثانوية حريص على المادة العلمية، فعملنا لهم تسهيلات، عملنا لهم جداول بحيث أنه بعد المباريات يقدروا يأخذوا الدروس بطريقة ميسرة وسهلة، يعني أسقطنا عنهم بعض المهام، كان في شروحات عن طريق زوم قبل الاختبارات وبعد الاختبارات، يعني عملنا لهم برنامج مكثف يسهل عليهم ويدعمهم نفسيا. الصعوبة الثانية أن إحنا كان ما عندنا ملعب عشبي، وطبعا المباريات الدوري النخبة كانت تتطلب ملاعب عشبية، فتم الاتفاق مع أرامكو السعودية والخطوط الجوية السعودية شاكرين فوفروا لنا الملاعب العشبية وتم تدريب طالباتنا خلالها. جميل جميل هذا الاهتمام، أرجع أقول أنا معجبة جدا في هذا القرار ومعجبة جدا بهذا التعاون بين وزارتين من أهم الوزارات اللي يعني موجودة عندنا، لأنه إحنا قاعدين نبني ونشتغل على خلنا نقول مستقبل هذا الوطن مستقبل هذا البلد. لكن صدق الناس خلنا بسألك، يعني الآن إحنا لما يعني نحفز البنات أو حتى الشباب لمثل هذه النشاطات والرياضة، بوجهة نظرك هل تشوفين أن هذا الشيء راح يساهم في المستقبل أنه ينتج لنا أو يطلع لنا خلينا نقول لاعبات محترفات ممكن أنهم يحترفون هذه اللعبة أيا كانت الرياضة ويمثلون المملكة في الأولمبياد أو أيا كان؟ يعني هل هذا هو الهدف الأساسي؟ صحيح، إحنا تم ترشيح طبعا هو الهدف انه هي يكون عندنا شابات قادرات على ان هم يكونوا قد مكانهم رائدات في المجتمع بشكل داخلي وبشكل عالمي، وفعلا احنا ترشح عندنا 4 طالبات ان هم يروحوا معسكر في اسبانيا، وكان عندنا ما شاء الله الهدافة الدوري تقريبا ب 13 او 14 هدف، فكان يعني فعلا له دور واثر على نفسيه وشخصيه الطالبات وصار عندهم طموح اعلى، يعني حتى في طالبات ما كانوا مكتشفين انه هم فعلا موهوبات، من خلال هذه الدوريات اكتشفوا موهبتهم واكتشفوهم الانديه الاخرى، فصار عليهم اقبال وعروض كثير. ايوه انا هذا الشيء اللي بدي اسالك عنه استاذه، يعني بحكم انكم حصلتوا على بطوله المملكه لنخبه دوري المدارس في البنات في نسختها الاولى 2022، اكيد هناك في اسماء ظهرت ومواهب جاها عروض، يعني انا اتكلم عن الان في النوادي السعوديه النسائيه على سبيل المثال في جده الاتحاد والاهلي وغيره، فهل في بالفعل عروض وصلت لهذول البنات وتبنوهم من قبل النوادي الاخرى؟ صحيح، ووصل عرض لطالبة لانا عبد الرزاق وهيفا العليان ورزان احمد وجمانه الشريف، يعني كانوا يمتلكوا موهبه جدا عاليه ما شاء الله، بس بالنسبه للاتفاق الان يعني فين وصلوا ما عندي خلفيه، لكن تمت عرض يعني تقدمت لهم عروض كثيره. ممتاز، اكيد نتمنى لكم كل التوفيق وحتى كل الطلاب والطالبات المهتمين في مجال الرياضه بالرياضات بشكل عام. نحب نشكر مداخلتك معنا اليوم الأستاذة إيناس عقاد وكيلة مدارس دار الحنان، أهلا وسهلا بك. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع من بعد نرجع نكمل باقي الفقرات.